من أجمل الرسومات اللي ممكن تشوفها رسمة لمعالم مصر بريش الطفل. الأجمل إن الطفل مش مصري، طفل أجنبي بس شايف جمال مصر وحضارتها وتاريخها. الفكرة دي فكرة قديمة بينظمها المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، واللي هيكلمنا عنها الأستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور، اهلا وسهلا بحضراتكم، وصباح الخير على مصر كلها وعلى العالم العربي والعالم كله. اهلا بيك يا فندم. في البدايه، ازاي رصدتوا مصر في عيون الاطفال؟ احنا شايفين لوحات فنيه جميله من اطفال مش مصريين، ودي طبيعه المسابقه، هنتكلم عن كل تفاصيل المسابقه، لكن ازاي رصدتوا مصر في عيون الاطفال؟ والله هي الاطفال في العالم، احنا عملنا بحث بالتعاون مع جامعه القاهره اسمه شخصيه مصر في عيون أطفال العالم. عادة الأطفال في العالم بيشوفوا مصر الفرعونية أو مصر القديمة أكثر الأشكال اللي بتشدهم وبتجذبهم، وده نظرا برضك لطبيعة الجزء التاريخي اللي العالم كله بيدرسه عن مصر في كل نقدر نقول مناهج العالم. يعني أي منهج من مناهج العالم لما يجي يتحدث عن الحضارة بيتناول مصر من خلال الحضارة القديمة اللي هي حضارة مصر القديمة. إذن أغلب الأطفال بيشوفوا في الحقيقة مصر في هذه المنطقة العظيمة اللي هم بيحبوها جدا، بيشوفوا بقى الأهرام وبيشوفوا أبو الهول وبيشوفوا كل الأشياء اللي هي المفردات الفرعونية اللي احنا متعرفين عليها يعني. طيب أستاذ محمد، من خلال هذه المسابقات وغيرها من الفعاليات، إزاي نقدر يعني نروج أكتر سياحيا لمصر؟ خصوصا احنا بنتكلم عن الاطفال، والطفل يعني هو يعني المستقبل والمحرك الاساسي لاسرته. والله حضرتك حطيت ايدك على حته مهمه جدا، انت وانت بتتعاملي مع الاطفال بتتعاملي مع في تصور الحاضر والمستقبل ايضا. لان هذا الطفل هو الذي يحرك الاسره بشكل او باخر بكل ما يطلبه وكل احتياجاته وطلباته وامكانياته الى اخره. فما بالك بقى لو هذا الطفل انت وضحت جواه او بذرت جواه فكره إن هو بيحب البلد دي، وهو من أي دولة من دول العالم سيظل سفيرا لهذه البلد. صحيح. ولذلك هذه الجائزة في تصوري يجب أن يلتف حولها مش المركز القومي لثقافة الطفل ولا وزارة الثقافة فقط، مع وزارة الثقافة بتدعم الفكرة بشكل كبير جدا دكتورة أنس عبد الدايم ودكتورة هشام عزمي في الحقيقة، ولكن لابد إن احنا الأطفال اللي بيفوزوا في الجوائز كل عام لماذا لا يتم استضافة عدد كبير من هؤلاء الأطفال ليحضروا؟ وإحنا بنبعت لهم طبعا الجوائز بتاعهم. وكان في زمان فكرة إن إحنا نستضيف على الأقل مجموعة من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية ويحضروا مصر ويستمتعوا ويلفوا في الأماكن اللي هم رسموا فيها، ده استكمال الصورة زي ما بيقولوا يعني. عفوا لو سمحت حضرتك، يعني لو انا رصدت على مدار 30 سنه عدد الدول اللي شاركت في المسابقه دي حوالي 77 دوله، خلاص بما يزيد عن مش عايز اقول لك يعني الاف مؤلفه من اللوحات اللي بتوصلنا عن طريق العلاقات الثقافيه الخارجيه. وبعد ما بيتم تحديد من الفائزين بميداليات ذهبيه وفضيه وشهادات تقدير، بنرسل لهؤلاء الاطفال في بلادهم هذه الميداليات. والجميل ان لما مثلا يتم التاخير شويه يعني كان الاطفال ينادون عليك من بلادهم فين جائزتنا. ف يعني وده ده عظيم، انت قدرت تربطهم بمصر. طبعا، وده حصل ايام كورونا طبعا، فكان في مواعيد عالميه احنا بنستلم وبيبعت، ففوجئنا باتصالات عن طريق العلاقات الثقافيه الخارجيه، الولاد بيسالوا ايه النتائج، فقلنا لهم دول فايزين وهنبعت لما كانت الدنيا بتبقى قافله في اقرب فتح في الحقيبه الدبلوماسيه. معنى كده ان انت قدام جايزه بقى لها 30 سنه من الممكن ان نتطور ادائها، وان شاء الله هيتطور ادائها في الفتره القادمه باذن الله. ما بين ان احنا بنعمل نوسع قاعده المشاركه ونضيف عدد دول كتيره كمان يكون فيها اطفال يشاركوا في هذه المسابقه. بالتاكيد، واحنا بنعمل كمان بحث علمي. انا بقول لحضرتك احنا عملنا بحث بالتعاون مع جامعه القاهره وصدر في كتاب اسمه شخصيه مصر في عيون اطفال العالم، وده كتاب جدير فعلا بالدراسه وجدير بالملاحظه، زائد ان احنا بنعمل معرض سنوي لهم، وزائد ان انا بعمل تقريبا كل اسبوعين. المعرض ده استاذ محمد ممكن تتعرض فيه هذه اللوحات؟ يعني مصير اللوحات الفائزه بتكون ايه؟ بنعمل حضرتك حاجتين، بنعمل حاجه اسمها كتالوج سنوي بالاعمال الفائزه، ده رقم واحد. رقم اثنين،
بنعمل فكره جديده بقى بالتعاون مع اخواننا في العلاقات الثقافيه الخارجيه، بدات انفذها في المركز ان كل اسبوعين بعرض لوحات دوله معينه من الدول اللي هي اللي موجوده، فيبقى مثلا مصر في عيون اطفال الهند، مصر في عيون اطفال الصين، مصر في عيون اطفال مثلا اذربيجان وهكذا. فبنعمل ده وبندعو الناس المسؤولين بيتواصلوا معانا، وبيبقى حاجه كويسه جدا يعني ان هو يجي شايف لوحات. وعطفا على ذلك بقى احنا عملنا حاجه في الاحتفال بالقاهره عاصمه لدول العالم الاسلامي، اقترحنا على معالي وزير الثقافه ان احنا نعمل مسابقه تحت هذا الاسم، وفعلا عملنا مسابقه تحت هذا الاسم وعملنا كتالوج ودعينا 14 دوله من الدول اللي فازت، جم ذوي بقى الاطفال اللي هو طبعا المسؤولين عنهم في السفارات والقناصل الى اخره، وحضروا في رمضان معانا وتم تسليمهم بقى الجوائز واللي هي شهادات التقدير والميداليات والكتب والكتالوج، وشافوا اولادهم في معرض واتفرجوا عليه. فكانت بصراحه يعني الرؤيه مكتمله بشكل كبير. يعني هو يتبقى فقط ان احنا نشوف العيال بقى الاولاد اللي هم اللي فايزين دول يعني. فان شاء الله في الايام القادمه تحمل اخبار ان هم يجوا باذن الله. اي المشاركات ومن اي الدول لفتت نظر حضرتك؟ اسيا بتشارك بشكل كبير جدا. يعني من اكثر الدول اللي بتشارك هي دول في اسيا، عندنا الصين واليابان واذربيجان وطاجكستان، وبالاضافه لعدد كبير من الدول العربيه، وايضا عدد من الدول الافريقيه ايضا كذلك بتشارك، وطبعا برضك من اوروبا ومن كندا ومن الامريكتين. يعني بقول لحضرتك شارك 77 دوله من العالم كله، واخد بال حضرتك؟ بس في اسيا كده المشاركه فيها بتبقى يعني غزيره شويه، ممكن يكون ده لنشاط بقى المراكز الثقافيه التابعه لاسيا زي الصين وزي الهند وزي اذربيجان طاجستان وهكذا. يعني في مشاركات بتبقى موجوده في المناطق دي كويسه قوي يعني. عظيم. استاذ محمد، هم بيعرفوا منين ميعاد المسابقه وازاي بيتم التنسيق بحسب كلام حضرتك انه هم بيعرفوا او بيروحوا للقنصليات يقدموا الرسمات بتاعتهم وسفاراتنا في الخارج، ده طبعا بالنسبه للدول المشاركه في هذه المسابقه، وبنفس الطريقه بتروح لهم الجوائز والهدايا بتاعتهم، لكن بيعرفوا ازاي ميعاد المسابقه؟ احنا بنعلن ده بالتعاون مع العلاقات الثقافيه الخارجيه، لان العلاقات الثقافيه الخارجيه يعتبر يعني هو الذراع بتاع كل وزاره الثقافه، فهي بتعلن عن ده وبتبعت ده للسفارات المصريه في الخارج، وهم بيعلنوا هناك بقى بطريقتهم، والولاد بتعرف زي ما بيحصل هنا المراكز الاجنبيه بتعلن عن المسابقات يعني. بس كمان المسابقه مسابقه لها تاريخ وقديمه في الحقيقه، فهي يعني وكانها المسابقه انطلقت يعني من سنه 90. طبعا هي احنا هنخش في الدوره ال 30 دلوقتي ان شاء الله، وربنا ييسر ان شاء الله نحاول نعمل يعني يحدث شيء جديد في الدوره اللي احنا بنتكلم فيها، وهي يتبقى فقط حضور عدد كبير من الاطفال يعني. وده بيعتبر بعد من ابعاد القوه الناعمه للسياسه الخارجيه المصريه. بنشكر حضرتك طبعا. كل الشكر ليك يا فندم استاذ محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافه الطفل. شكرا جزيلا ليك يا فندم.